الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما اشتقاق معادلة منحنى أنجل، Derivation of the Angel Curve Equation. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم أحبتي، خاصة طلبة الاقتصاد الجزئي والويلفير إيكونومكس أو ما يسمى باقتصاديات الرفاه. وعلى بركة الله نبدأ. الآن يعتبر منحنى أنجل من الموضوعات الهامة في اقتصاديات الرفاه والفير إيكونوميك كما ذكرت، ويساعد في فهم سلوك الفرد والأسرة حول الإنفاق على السلع المختلفة، خاصة السلع الغذائية. لنفترض وجود مستهلك ما، هذا المستهلك يمكن أن يمثل مجموعة من المستهلكين، يعني مجموعة من الأسر وما شابه، وبدالة من فعلها، يعني هذا المستهلك بدالة من فعله دالة من فعل من الشكل الآتي. الآن هذا دالة من فعله يو، يعني اختصار لكلمة utility، من السرعتين x و y، فاليوتيليتي التي تعتمد على السرعتين x و y تساوي السرعة x للقوة 0.4، القوة فاصلة 4، مضروب في y للقوة فاصلة 4. لاحظوا لأنه يعني كأنما المستهلك ينفق نفس المقدار، المقدار نفسه على السلعتين، ليس كل الدخل لأنه مجموع أقل من واحد صحيح، فهناك بقي فاصلتين بالعشرة تذهب لأشياء أخرى غير السلع الغذائية. نتحدث الآن عن اليوتيليتي من السلع الغذائية والمنفعة من السلع الغذائية، فهذه هي دالة المنفعة U sub XY تعتمد على السلعتين اللي هي X و Y، لكن X مرفوع القوة فاصلة 4 و Y مرفوع القوة فاصلة 4. شرط تعظيم المنفعة يستوجب تحقيق الشرط الآتي. هل الآن يجب أن يكون حاصل قسمة المنفعة الحدية margin utility of X مقسم على سعر X، يجب أن يساوي the margin utility of Y اللي هو المنفعة الحدية من Y مقسم على سعر Y. أعيد هنا، هاي الآن هو المنفعة الحدية من السلعة X مقسم على سعر X، وهذه المنفعة الحدية من السلعة Y مقسم على سعر Y. هذا هو شرط تعظيم المنفعة، دائما وأبدا حاصل قسمة المنفعة الحدية من السلعة التي نتحدث عنها مقسم على سعر نفس السلعة يساوي المنفعة الحدية من السلعة الأخرى مقسم على سعرها، وهكذا لبقية السلع. نتابع. إذن تذكروا هذا شرط تعظيم المنفعة. الآن دالة المنفعة مرة أخرى، هذه دالة المنفعة U of sub XY، دالة المنفعة تعتمد على السلعتين X و Y، وبالحالة هي X مرفوعة القوة فاصلة 4 Y مرفوعة القوة فاصلة 4. هذه الآن بعد ما قمنا باشتقاق المنفعة الحدية، حيث الآن margin of X اللي هو المنفعة الحدية من السلعة X، الآن هاي الإكسبوننت أو القوة تصبح المعامل هنا، نطرح منها واحد صحيح، فتصبح الآن فاصلة 4 مضروبة في X القوة سالب 6، لأنه طرحنا من هنا واحد صحيح، فسالب سالب فاصلة 6 مضروب في Y، Y تبقى كأنها كونستنت أو ثابت مرفوعة للقوة 0.4. أما المنفعة الحدية من السلعة Y تساوي، نقوم باشتقاق الآن من هنا، قمنا باشتقاقها بالنسبة لX، هنا نقوم باشتقاق الدالة بالنسبة لY، فالماجوريتي Y المنفعة الحدية من Y تساوي فاصلة 4، هذه الآن تصبح بالمقدمة، فمضروبة في X تبقى القوة نفسها فاصلة 4، أما X يعني عفوا القوة لY نطرح من واحد صحيح، فتصبح Y القوة سالب فاصلة 6. إذن هذه المنفعة الحدية ل X اللي هي تساوي فاصلة 4 مضروب في X القوة فاصلة سالب فاصلة 6 مضروب في Y القوة فاصلة 4، والمنفعة الحدية من السلعة Y تساوي فاصلة 4 مضروب في X القوة فاصلة 4 مضروب في Y القوة سالب فاصلة 6. الآن هاي المنفعة الحدية من السلعة X كما ذكرنا، وهنا المنفعة الحدية من السلعة Y. نقوم بالتقسيم الآن. شرط تعظيم المنفعة كما ذكرناه قبل قليل، لكن بعدما قمنا بالاشتقاق الآن، والآن المنفعة الحدية لX هذه هنا مقسم على سعر X، ويساوي يجب أن يساوي المنفعة الحدية لY مقسم على سعر Y. هذا الآن الشرط تعظيم المنفعة ضروري جدا. نرجع هنا، أرجو أن تركزوا عليها، يعني قمنا الآن باشتقاق
دالة المتعة نسبة إلى X، فحصلنا على هاي المقدار، هذا المقدار مقسم على سعر X، وهنا المنفعة حدي بالنسبة ل Y، قمنا بتقسيمه هنا على سعر Y، فإذا هو هذا الشرط. الآن نقوم ببعض العمليات الرياضياتية البسيطة حتى نشتق فقط قيمة Y نفسها. نتابع. آخر نتيجة كانت كما يلي، هذه النتيجة الأخيرة التي حصلنا عليها قبل قليل. الآن بقسم الطرفين متساوي على Y للقوة سالب فاصل ستة، يعني بنقسم هذا الجزء كله على Y للقوة سالب فاصل ستة، وهذا الجزء اللي هو الطرف الأيمن منقسمه على Y للقوة سالب ستة، ثم إعادة الترتيب ينتج ماذا الآن؟ هذا الآن قمنا بتقسيمها على Y، لاحظوا لي هنا تصبح في اكس مضروبة في واي قوة سالب فاصل ستة مضروبة في بي اكس، وهنا بالمقام مقسمة على واي القوة سالب ستة، طبعا هاي الآن تذهب مع هذه، فيصبح لدينا فقط واي تساوي اكس مضروبة في سعر اكس على سعر واي. لاحظوا النتيجة قبل النهاية انه واي تصبح الآن اكس عندما قمنا بالتعويض هنا. يعني أرجو أنه تمرن نفسك حبيبي الطالب والمتابع، تدرب نفسك كيفية اشتقاق هذه الأرقام هنا، ثم يعني النتيجة قبل النهاية هي Y تساوي X مضروب في PX على PY. الآن نعرف ما يسمى الدخل Income. الإنكم اللي هو دخل المستهلك يساوي بالحالة هي الإنكم يساوي كمية X في سعر X زائد Y في سعر Y. الآن نقوم بتعويض بدل Y، هذه ضروري جدا، نقوم بتعويض هذه القيمة X في PX على PY بدل Y هنا، وبالتالي الآن تصبح القيمة كما يعني الآن، لكن كما ذكرت Y تساوي X في PX على PY، فنقوم بتعويض قيمة Y بدالة X هنا و PX و PY لنحصل على ميل هنا. الآن النتيجة قبل النهائية الإنكم كما ذكرناه هنا، هذا هو الدخل، نقوم بالتعويض بدل Y، هذه نعوض عنها بدل هذه، فتصبح كما يلي الانكم دخل يساوي X في PX كمية X في سعر X زائد X في PX بعد التعويض هنا PY في PY. لاحظوا لي هنا، فبصير اختصار الآن هذه تختصر مع هذه، فبتكون النتيجة أي أن الآن الانكم يساوي 2 في X في PX، يعني لأنه عندي X في PX عندما اختصرنا هذه القيمة مع هذه القيمة أصبحت X مضروبة في PX، وبالتالي عندي 2 X PX. أي أن الآن لو افترضنا بأن السعر، نفترض أن السعر X يساوي 10 أو أي قيمة مقدار تختاره، يعني يختاره الباحث، فإن الآن الإنكم يساوي 20 X. هذا بيعتمد الآن 20 تعتمد على السعر، لو كان السعر 1 أو 5 أو شو ما كان، فبنكون بتعوض عنها بالحالة هاي. في حالة انه السعر يساوي 10، فبيكون الانكم او الدخل يساوي 20 اكس. هذا الان هو منحنى انجل للسرعة اكس، هذا هو منحنى انجل. التمثيل البياني هو يكون كما يلي، هذا التمثيل البياني هنا الان على المحور الافقي كمية التي يشتريها يستمد منها منفعة المستهلك من السرعة اكس، وهنا الدخل إنكم، وهذا الآن العلاقة بين الكمية المشتراة والدخل، هنا منحنى إنجل. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة. أحبتي الطلبة والمتابعين حيثما كنتم، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.